فضيلة الشيخ، بعض المدرسين يجعل جوائز تشريعية للطلبة، إن صام مثلا عاشوراء أو عرفة يجعل له جائزة، وأنكر عليه بعض المدرسين، فما رأيكم في هذا الشيخ؟ رأيي أن الإنكار حق، ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية، لأنه يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الجوائز. نعم يحثهم على هذا ويراقبهم في صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن أيام البيض، أما أن يعطيهم جوائز فلا. لكن نعم لو فعلوا مثلا وأراد أن يعطي أحد جائزة، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس.